المشاهد الكريم، نرحب بك في حلقه جديده من برنامجنا اطيب وافضل، ونرحب بالاستاذه نفيسه. كيف يا استاذه؟ مرحب بك يا شيف محمد في اطلاله جديده من برنامجنا اطيب وافضل، وحلقه جديده ووجبه جديده. الليله حتقدم لنا شنو؟ الوجبه بتاعتنا الليله عصيده من احنيميه. يا سلام، عصيده من احنيميه. هاي وسلطه خضراء. سلطه خضراء. والتحليه بتاعتنا كيوي بالنعناع. تحليه كيوي بالنعناع. طبعا مما قلنا عصيده دي، في ناس كتار شايفين بانه ممكن يكونوا ابتسموا لانه دارين يشوفوا الجديد شنو في عالم العصيده اللي بتدعمه. نطلع محطه السوق المشاهد الكريم، نتسوق موادنا الغذائيه، ونرجع تاني لشيف محمد لإعدادها بطريقة سليمة. خليكم معانا وما تمشوا بعيد. طلعنا من محطة السوق المشاهد الكريم بشراء موادنا الغذائية لمواد الليلة بطريقة شراء سليمة 100%. نطلع مع بعض عشان نمشي نعدها بطريقة صحيحة سليمة. خليكم معانا الفقرة الجاية وما تمشوا بعيد. رجعنا المشاهد الكريم من محطة السوق وشرعنا طوالي في عمل الوجبة. هتبتدي الملاح قبل العصيدة. أيوة البصرة. واضح البصرة بتاعتي، بصلتنا المحتاجين عليها، محتاجين على البصل الأحمر. العصيدة المشاهدين الأعزاء داخل وخارج السودان من الأغذية التراثية القديمة. احنا ما حصل عملنا عصيدة يا شيف محمد. ما انا حصل خالص، اول مرة. اول مرة. وهي عبارة عن عجين الذرة المتخمر، وبعد ذاك بنغليه في المويه. حنيجي نعرف من شيف محمد بيعملها كيف. اسي بديت بالبصلة. البصلة بتاعتي خدت الحلة. البصل الاحمر. البصل الاحمر. يحتوي البصل الأحمر على فيتامين ألف الذي يعمل على نمو البصيلات. يا ما ذكرنا هذا الحديث. خدتها في الزيت. خدت البصلة في الزيت. معلش يا شيف محمد، نقول المغادير. المغادير بصلتين. أول حاجة الزيت ده كم؟ الزيت ده بالنسبة لي شيء مهم. الزيت ده ملعقة. الزيت يعني ملعقة. أنا ده عامل ملعقة تانية. شكلك داير تحمر البصلة تحمير يعني مش فاهم. يعني حمرت تحمير فاهم وما تتحرق معي، وما الزيت يكون كثير. برضه انا اعمل ملاحبة تانية، لان حشيل البصلة تاني حقوم مفرومة كويس. يعني حتخليها مصفرة. يعني حخليها مصفرة، يعني مصفرة كده، يعني هي تكون مستوية. يعني انا اشيلها من الزيت وشنو واقوم اخلطها. لكن برضه انا حابقى دقيقة معاك. ثلاثة يعني ملاعق زيت، أربعة ملاعق زيت، نص كوباية بتاع الشاي صغيرة. نص كوباية شاي صغيرة. طيب إذا حسبناها بالحسابات، كوباية الشاي الصغيرة 150 ملي. أحياناً بتكون فيها زيادة بسيطة 200 أو 175 ملي. نقسم ال 150، نقول كوباية عبوتها 150. 150 على 2 75 ملي. 75 ملي يا شيخ. 75 ملي أيوة. أبدأ. دي قطعتين بتاع الطماطم. كم بصلة؟ ثلاثة بصلات. ثلاثة بصلات. ثلاثة حبات حق الطماطم. ثلاثة بصلات. طيب إذا حسبنا قصات كل ملعقة بصلة، عفوا قصات كل بصلة ملعقة زيت، الملعقة فيها 10. تعال حسيبها معك يا شيف محمد وانت شغال. الملعقة الكبيرة فيها 10 جرام. 10 جرام. 10 او 10 ملي. 10 في 3 ب 30. 30 اهي. وانت عامل 75 ملي. 75 حسابات عديل. نحن طبعا دائما عشان نقرب الفهم للمشاهد بنتكلم بالمغادير. هسي نحسب حسابات عديد. 75 ناقص 30، الباقي 45 ملي زيت زيادة. ملي زيت زيادة 45 ملي. لكن التعود لعمل ملاحة النعيمية بهذه الطريقة ما ممكن. أنا أجي أقوم أقول لشيف محمد على طول أو ست البيت، أنا هنا بوصي
بانه عدم اضافه الزيت اكثر من ملعقه قصاص بصله. شيخ محمد لانه بيلعب معانا ما قاعدين نزعله وبنمشي له هذه الزيادات. يلا يلا, يلا الزيت انا حطيته مثل المقادير الثانيه. ثلاثه بصلات, ثلاثة حبات بتاعت طماطم, ثلاثة حبات طماطم, اثنين حبة بتاعت فلفلية, اثنين حبة فلفلية, وقرن شطة زي ما بقول حسب الرغبة. شطة خضراء حسب الرغبة. ولو كان معانا طفل ممكن نشيل الشطة برا, ممكن نشيل الشطة برا يعني على حسب وجود الأطفال في البيت. طبعا في حاجة دايرة أنبه ليها, الشطة الخضراء طبعا يكشف فيها فيتامين سي, توجد بها بعض المواد الحارقة اللي بتأثر عند خروج الفضلات, تعمل إزعاج يعني. الحاجة الدارة والصبيها في بعض الأمهات ممكن يخطوا قرن الشطة عادي والطفل بيمرر عادي, مثلا جاي من المدرسة جعان بيأكل ملاح النعيمية والعصيدة بيأكله. هنا بكون عودت الجسم على طريقة معينة لدخول المواد الحارقة. قرن الشطة يا شيخ محمد البغلي في النار ما زي قرن الشطة اللي بتدقه, اللي بتدقه ما الشطة المفروم ما بيبقى حار شديد مش؟ لا بالعكس, ولا بكون حار برضه. قرن الشطة احرى من انه قرن الشطة, انا ما بحط الشطة شنو في الاسم شنو بحطها انا في الحلة, فرق من ان انا شنو افرمها, وانا افرمها بقعد عندي شطة عادية يعني, انا بحطها ممكن الطعم يكون شنو عندي بس حرارة بسيطة ما زي لانها هي مفرومة عندي. ايوه مفرومة عندي لانه في شطة حارة منهم من الداخل. اها من الداخل. يلا يلا يلا. طيب اذا جيت استطاعتك في انك تاخذ قرن الشطة مع الحاجات نسبتين للطعم الملاح يكون حار اكثر ولا لما تكون نيه برا اكثر؟ لا بيكون حار في حاله انه انا شنو فرمتها. افرمها مع المواد. مع المواد بتكون عندي حاره شديد, بتكون عندي حاره كنا بنرميها داخل ما بتكون عندي بس عندي فيها طعم ارتفاع شويه بتاع الحراره بقلل لي نسبه السخانه والمواد السخانه فيها. نسبه لتقليل هذه السخانه الموجوده فيها بقوم الطفل بياكلها, لكن ممكن تعمل له دائريه او اسهال بسرعه, لانه لو ملاحظين عندنا كم ملعقه دكوه يا شيخ اضفت كم ملعقه دكوه يعني اربع معالق, اربع ملاعق دكوه, اربع ملاعق دكوه. والدكوه فيها دهون مفيده تعمل على خفض الكوليسترول الضار, لكن وجود اصلا على امعاء الطفل مع الشطه الخضراء ممكن يعمل على حركه زايده داخل الامعاء. شكله البصله تصفرت, لاحظت كميه عدد جرامات الزيت يا شيخ محمد الزايده. أيوة. دي حركه طيبه, هسي تصرفت تصرف ثاني, نشلتها وخطيتها في المنديل. ايوه ايوه هذا كلام كويس, لكن كان من الاول لو ما كبيناها بنفتح. انا دايره شنو ما تتحرق معي. ما دايره ما تتحرق, مصفره تكون مصفره ما تتحرق معي وما تدوب على النهايه. طيب يلا انت لو قمت كبيت الزيت بسيط انا شايفه شنو بسيط. يعني ممكن تضعف أنا في حركة البصلة. يلا أنا بضعف في حركة البصلة ليه؟ اها لأنه الزيت أنا ممكن ما أشتغل يعني أقعد أحرسها لكن ما أشتغل شغلة ثانية. أي بس بالضبط كده ممكن أحرسها ما أشتغل شغلة ثانية. أنت كده في الحالة دي يا شيخ محمد أصبت كبد الحقيقة. إنه لما يكب مقدار الزيت اللي أنا ذكرته وغلطتك فيه ما بيكون عندي شغلة غير إنه أنا أحرك البصلة بس أكون لأنه حارسة. طوالي ممكن خصوصا إذا الحلة ما كويسة بتلصق عليها وتحرك. لكن لو أنا بقيت يعني حريص. ما عندي حريص الثلاثة ملاعقات بتخليها تستوي ببساطة. وفي ناس كمان بتسليقها يا شيخ محمد صح؟ ايوه في ناس بتسليقها. طيب انا ممكن اعمل انت رايك شنو في البصلة المسلوقة الملاح نعيمية؟ والله يا اخي المحمر افضل واطعم اطعم 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 دائما الزيت المشاهد الكريم بيديني نكهة. الزيت ده ما من الحاجات الابيتايزر الفاتحة للشهية خصوصا لما يكون زيت نكهة حلوة. انا ضربتهم من الخلاط ثلاثة حبات تاع البصل قامت الخلاطة بهرس كل المواد الغذائية المضافة إليها هرسا كاملا. الحاجة الوحيدة هنا الآن أنا بأيد على هرسة هرسي كامل قشرة الطماطم. قشرة الطماطم يا شيخ محمد ما بتتهضم بسهولة, ما بتتهضم بسهولة في رواية ما بتتهضم. فلما انا اقوم اديها الخلاط ده بساعد على هضمها. معلش نقول المكونات اللي حطيتها في الخلاطه ثاني. ثلاث حبات حق الطماطم, ثلاث حبات طماطم وحبتين فلفليه, حبتين فلفليه وثلاث حبات بتاع البصل, ثلاث حبات بتاع البصل وثلاث ملاعق بتاع الدكوه, ثلاث ملاعق كبيره بتاع الشطه وقرن شطه. في حاله اضافه قرن الشطه. الطماطم نيه ما ضفت على البصل, ما ضفت على البصل. ايوه بصل خليته وراه. طيب
سؤال في الإعداد. إذا أنا أضفت الطماطم والفلفل والبصل أيوه المشكلة وين؟ الطماطم والفلفل والبصل مع بعض مشكلة كيف؟ في مشكلة بتبقى ولا برضو بكون حلو؟ لا برضو بكون حلو. نجي نخطها في الخلاط ونخلطها. آه بس في طريقة بتاعت إعداد بتختلف بس يعني من زول لزول من شخص لشخص آه يعني لو خطيناها كلها في الزيت ما مشكلة. ما هو مشكلة. يعني انت بتدرس طريقه بتعداد بتختلف يعني بتكون طلعت الفلفليه ولا طلعت الفلفليه ولا اسمه شنو ولا طماطم بره ممكن انا احطهم الثلاثه لكن هي الطريقه اللي احنا قلنا بقى اتعودنا بقى كالعاده البصله بتحمرها بعد ما تحمرها بتشيلها بتشيلها بتخلطها وتخلط مع الطماطم والفلفليه طماطم والفلفليه كم من الزمن بخليهم يغلوا مع بعض والله يا اخي اساسا ما بتاخذ وقت لانه البصل اساسا محمره والطماطم بتدوب بسرعه والدكو اصلا محمصه والدكو اصلا محمصه طيب لو خليت تغلي مسافه انا بيجيني فهم بانه طيله ما خليت الدكو دي تغلي مثلا المسافه بتاعت 10 دقائق ديك مرار 15 دقيقه لا على العكس لما تدخل على البطن بتكون اريح مما انها يعني انا بفكر بانه كميه الدهن الموجوده مع البصله التركيبه دي ممكن تعمل لي غازات انت رايك شنو هي إيه اساسا الدكوه انا لما انا افرمها بتكون شنو بتكون اتفتتت يعني فات الجزيئات يعني بتكون شريعه الاستواء يعني شريعه الاستواء يعني ما بتاخذ اكثر من 3 دقائق قد 3 دقائق هاي الدكوه بس 3 دقائق دي نحن نطلع فاصل ونواصل ثاني رجعنا تاني المشاهد الكريم من الفاصل وشيف محمد اضاف دقيقه ذره اضفت له مويه عاديه اضفت له مويه عاديه ايوه حركته بالمضرب عادي المضرب عادي لانه ما عندي عجينه خمرانه يلا دي بتاثر كون العجينه ما تكون مخمره والله بتاثر ما هي عصيده بتاعتنا فطير شديد طعمها فطير شديد المفروض يكون مخمر مخمر يلا انا العجين ده اشرح كيف بخمره بخطه في الثلاجه ولا بخطه برا ولا بدي ليمونه ولا بعمل شنو العجين يعني شنو لو خليته الثلاجه بيخمر وبره بيخمر يلا بيجي بضيفه لل بتجي تضيفي له شنو؟ لل اسمه شنو؟ بضيفه انا للعصيده للمويه السخنه يعني يلا كله ولا ما بضيف له دقيق زياده ما بخمر؟ بضيف له دقيق زياده صح ايوه دي طريقه هو دقيق يعني عنده فتره معينه حيخمر الدقيق يلا عمليه التخمر دي من ناحيه غذائيه مفيده جدا جدا للمصنع انا لو خليته بره مثلا اكثر 10 دقائق بيخمر ربع ساعه بيخمر بالكثير يكون مقفول كده بيخمر معانا مثلا دي عصيدة ذرة والله عندنا انواع كثيرة مثلا لكن يعني الحاجة اللي محمد عارف عليها الناس العصيدة بتاعت اللالوب بالله في عصيدة اللالوب العصيدة بتاعت اللالوب بتجيب اللالوب ايوه عادي بتقول لي في موية زي الابرة ايوه بتقول لي في موية زي شنو زي الابرة اها ساعة ساعة ونص ممكن تخليه يوم كامل بشيل اللون بتاع شنو؟ اللالوب بتاع اللالوب كله بكون مقشر اللالوب بكون مقشر اللالوب شيل المويه بتاعت اللالوب بخطها الحله بتاعتي بتاعت العصيده المويه بتاعت العصيده بتغلي بقوم بضيف لها شنو؟ بضيف لها العجينه يا سلام دي حلقه براءة دي حلقه براءة عصيده اللالوب دي نحن نعمل لها اعلان من نفسي يعني نوعد المشاهد باننا نحن نعمل عصيده اللالوب لما في الفوائد اتجمل اللالوب لكن هسه نبقى في عصيده الذره الذره طبعا من العيوش الموجودة عندنا في السودان 100 جرام من العيش ممكن تعمل لي 345 سعر حراري ال 100 جرام دي تقريبا نص كوباية إذا عملت كوباية كاملة ممكن أخذ الطاقة اللازمة عدم أكل العصيدة الكسرة مع العصيدة العصيدة ذاتها في أيضا سبحان الله يا شيخ محمد يعتبر أيضا في موسم الخريف اللي احنا فيه ما زالت الأمطار تهطل علينا وما زالت البروده تحت المطر موجوده والعصيده وهي دافيه وحلوه تنزل بردا وسلاما على شنو على الجسم خصوصا الاطفال العصيده من الحياه السهله الامتصاص للطفل والتمثيل يتحول كميه النشا الموجوده الى كميه من انواع السكر اللي بتدي طاقه لجسم الانسان لكن اضافه شيف محمد لنوع العصيده تحت اللالوب ده كان شيء متميز طيب تاني عندنا دي غير متعارف عليها زي ما قال تاني عندنا عصيدة الدخن عصيدة الدخن ايوه وعندنا عصيدة شنو تاني عندنا عصادة يعني زي ما نقول هنا عندنا عصيدة الذرة وعصيدة الدخن وعصيدة اللالوب يعني هنا عندنا في السودان قدر ما تمشي المنطقة في نوع مختلف من العصائد يعني أيوة. في نوع لا مر عليه لا مر عليك لا مر على بالضبط كده ايوه يعني أيوة. على حسب المنطقة بتاعته على حسب البنية الجغرافية بتاعته الحاجة اللي بيستعملها الدقيقة اللي بيستعملها نوع الزراعة ده تنوير كويس جدا من الشيف محمد بانه نحن طبعا سوداننا شاسع وكبير وواسع زي ما قال ممكن تكون عصيده لا مرت عليه لا علي للساده المشاهدين كلهم
الفريق العامل كل زول ممكن يكون من منطقة عنده شكل عصيدة بطريقة معينة. فنحن ممكن نعمل حلقة مرة على أساس إننا نكون شوف كل الأقاليم اللي بتتوفر فيها كمية من أنواع العيوش. طبعا كل منطقة على حسب الحبوب اللي فيها, والحبوب دي برضو ممكن نفرز لها جزء. هنا بنتكلم عن القيم الغذائية, وإنها ذكرت في القرآن كثيرا بأشكال المختلفة. في تاني عصيدة, عصيدة القمح. أيوة بسم الله. القمح بتعمل عصيدة عادي مش؟ عمل عصيدة عادي. أيوة برضو بسحن القمح وبجي بعمله. القمح طبعا فوائده كثيرة. هسه إحنا مركزين على عصيدة الذرة, والذرة سريعة التخمر اللي موجود خارج الثلاجة أو البراد زي ما تقولوا بعض الدول, ويوجد وخاصة في ارتفاع درجة الحرارة بتخمر بسرعة. ومادة التخمر تعمل لي على رفع مستوى السكر في المادة الغذائية, ودي ممكن نشوفها في المحاذير في نهاية الحلقة. أضفت طبعا حاجة مهمة جدا يا شيخ محمد انت وفرتها, اللي هي أضفت الدكوة بدل اللحمة. دكوة بدل اللحمة يعني. في ناس ملاح النعيمية بيعملوا له لحمة ودكوة. دكوة. ايه رأيك في التركيبة دي؟ والله ملاح النعيمية أساسا من غير لحمة. من غير لحمة. نقول يعني من غير لحمة. الصفة السائدة إنه النعيمية دي من غير لحمة. دكوة. دكوة وخضروات بس إضافة على الزبادي. إضافة على الزبادي ورشة بتاعت البكر. الروب ولا الزبادي؟ والله الزبادي يعني لو قلنا الزبادي مثلا بتاع الغوطة ده بيكون أجمل. أجمل من الروب؟ لأن الروب يكون احتمال يكون ما عندي ما ماسك أو ما جامد معي. هاي طبعا لما يكون ما ماسك ممكن يحصل أثناء الإضافة النسبة من الموية. من الموية. لأنه ما ماسك, لكن الجامد بيخلي شكل الملاح جميل. جميل. لكن من قيمة غذائية المواد الموجودة في الروب أكثر من الزبادي. من الزبادي أيوه. مادة الكازين, مادة الكالسيوم هي النسبة أعلى. وطبعاً الزبادي زي ما ذكرت في الحلقة اللي فاتت لما ضفنا لفترة الزبادي إنه هو معالج من مادة ال ضفنا, كان حلقتنا السابقة كانت عن الكوارع وكان معاه سلطة تروب أو سلطة الزبادي. زبادي. فرق كبير بين كلمة تروب وزبادي أو اللبن الرايب. طبعاً كيفية عمل اللبن الرايب دي ممكن نعملها مرة ثانية يا شيخ محمد. العمل الرايب. اللبن الرايب. اللبن الزبادي. تجيب الزبادي من أول. بالضبط كده ده هو الروب. لكن الزبادي ده اللي يكون فيه نسبة بتاعت نقصان بتاع موية كبير ده بنضيفه ليه ال 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 النهاية في النهاية. في تغنية مهمة دايرات تشرحها للمشاهدين أينما كانوا وأينما حلوا علينا وكانوا متابعين لنا ومسديين صدرنا بمتابعتهم. الروب أو الزبادي كلاهما فيهم نسبة من الموية صح؟ نعم. أنا الموية البصلة مع الخضار اللي انت كبيته في توابل بالمناسبة انت كبيتها غير الشط, كبيت كزبرة ما كبيت في شنو؟ في الملح بتاع النعمية. كبيت ملح وفلفل وكزبرة. ملح وفلفل وكزبرة يعني في بهار. في بهار. طيب دي بتغلي مع بعض. بتغلي مع بعض ايوه. لما تجي تتكبى مرحلة الزبادي بتطفي النار ولا بتكون النار يعني الموقد بتاع البوتاجاز ده بتطفيه ولا بكون فاتح؟ لا بكون فاتح. بكون فاتح. طيب فاتح. المسافه اللي بكون فيها انت كبيت هسه مرحله الزبادي. كبيت الزبادي انا ايوه. يلا هسه بيغلي. بيغلي. طيب هيغلي معاي هدي الورشه بتاعت الويكا وخلاص. ايوه احنا نسينا حاجه مهمه اللي هي الويكا. الويكا اللي هي قبل كده عملنا منها ملاحم رقيقة وتكلمنا عن مزاياها وقلنا انها هي مضطهدة, بنقول مادة خشبية لا تضر لا تنفع, وإن الحياة دي ما صح, وإن هي عبارة عن كمية من الفيتامينات كالسيوم وفيتامين ألف ونسبة من الألياف. كل الحصل بين المواد اللي بتتأكسد لما جففناها أكسدت, لكن تحافظ على بقية القيمة الغذائية خصوصا إذا كانت ويكة جديدة أو أنا اشتريت البامية ومشفتها. برضو ما زال سؤالي غايم, بتخليه يغلى على طول حتى أنت تكب الويكة؟ ايوه حتى تقفله. انا عايز اعرف المسافه اللي بتخلي اللبن ده يقطع او الرايب ده ما بتخلي يفصل مويه من المويه ما حراره درجه حراره عاليه ما بتفصل. ما هيفصل ليه؟ لانه بيغلي ودرجه الحراره بتاعته شنو عاليه. فهمتي؟ ما قدر ما يكون في مويه حتنشف. ماشي تنشف. ماشي تنشف. لانه انا ببخر. انا ببخر. ماشي تنشف. عندك انا اقوم اضيف لها الويكه هتربط معايا. عشان كده انت بتفضل الزبادي دونا عن الروب. دونا عن الروب لانه الروب مويته كثيره ما بتنشف. ما بتنشف ايوه. هنا دي نقطه مهمه. اذا عملنا بروب عادي المويه ممكن تكون موجوده بروتينيه ماده الكازين فيها عاليه مهمه جدا للعظام مهمه جدا للاسنان سهله الهضم والامتصاص والتنسيق خاصه للاطفال. لما نضيفها ممكن تعمل لي كرات كده. ابدا اضيف الويكه. ايوه يعني الويكة مقدارها كم؟ يعني ملعقتين. ملعقتين. ما
ملعقتين ويكا، كل ما كانت الويكا جديده كل ما كانت جودتها عاليه، وبتعمل لها الماده اللذي جديده. ايوه في حاجه مهمه والله هنا كانت المفراكه. ايوه المفراكه افضل من افضل من المضرب. المفراكه السودانيه اللي هي حركات قبل كده عرضناها في باميه المفروكه كده بتكون كان تكون من ادواتك يا شيخ محمد عشان نوري المشاهد. ما مشكله ملاحظه قليه الحمراء نجيب المفراكه معانا. يعتبر ملاح النعيميه او ملاح الروب المضاف له والدكوه من الاغذيه التراثيه الشعبيه الموجوده في بلدنا الحبيبه منذ ان نشانا من الطفوله، ودائما نحن حريصين على تناوله واكله. سهلة الإعداد، المواد الغذائية المضافة لها غير مستهان بها، نهايتها الويكا. أبدأ خليها تغلي، أنا ضربتها، أنا ما مستعمل المفراغ، ضربتها بالمضرب. وبهنا بالصدفة العصيدة. في العجين بتاعي، أبدأ أضيف له الدقيق. أيوه لما تضيف له الدقيق يبتدي يبقى سميك. يبتدي سميك. يعني الملح بتاعي 3 دقائق كده وبيجهز. مسافة الويكا تستوي بيجهز. اضيف الدقيق. هنا برضو كانت المفراكة أفضل من المضرب. من المضرب. أيوه. في البيت برضو بتستخدم المضرب يا شيخ محمد؟ والله في البيت زي ما بيقولوا بقى بتستخدم المفراكة. المفراكة. أيوه. طبعا الحركة بتاعت العصيدة دي هي اللي بتطلع جودة العصيدة نفسها. يعني الفن والمهارة للمرأة السودانية في حركة زي ما بنسميها صواطة العصيدة أو حركة العصيدة. على أساس إنها بتطلعها ما يكون فيها نسبة من الدقيقة يا شيخ محمد، صح؟ أيوه. أنت بتجتهد تماما في اللف على أساس إنها تتماسك مع بعضها وتستوي. تستوي؟ أيوه. الحين لو تيجي تكبها في الجانب بتكون اضرب، بتكون اسمه شنو؟ كل ما انت استخدمت الحركه دي كل ما طلعت بمستوى جيد، صح؟ مستوى جيد. ايوه اللي هي فيها بذل بتاع مجهود حركي لليد او مجهود يدوي وتماسك للعجين مع بعضه عشان الشكل بعد ذاك يكون شكله ممتاز ويكون شنو شاهد. مجهود ما سهل يا شيخ محمد. بارك الله فيك. تسلم. تذكرت طرفه يا شيخ محمد في الحته دي انه المراه بتاخذ زمن في اعداد الوجبه. أيوة. وبيجي زوجها بياكل في كم؟ يمكن تكون بتاخذ 30 ثانيه. 30 ثانيه. يمكن تكون بتعملها في 30 دقيقه وهو ياكلها في كم؟ في 30 ثانيه وبعد كل ينقنق. سبحان الله تكون ايوه هو ينقنق وهي تكون مبسوطه جدا انها تكون مبسوطه جدا قدمت له. فنحن نسال كل الازواج بانهم لما تتقدم لهم وجبه اول حاجه يقولوا شنو؟ شكرا. قول شكرا. وما ينتهي حاجه مدعوه بجد يعني. اي جد بجد عمل العصيده الطابع السوداني المتميز ليست بالشيء السهل، الحركه بتاعتها حركه دائريه وسريعه ومتكرره وابدا ما داير الزول يقيف منها لانه اقل وقفه ممكن حبات الدقيق تحصل لها كرات وما تستوي ولما تيجي تتاكل تكون من جوه الدقيق قاعد. ومن هنا تبدا المناقشه وال 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 والحوار وزي ما بنقول بالدارجه يا شيخ محمد تبدا الشكله. تبدا الشكله يا يعني. خصوصا زي ما بقول المطبخ السوداني بتاعنا حار ومهارة ربنا يديم العافيه. ايوه بالضبط كده. الثلاثة بتاعتي عموما الوقفه في المطبخ ليست سهله. معانا طبق السلطة الخضراء عندنا فيها خيار وطماطم ونعناع بس فقط. خيار وطماطم ونعناع كويس كويس. طبعا كل ما كانت الألوان كثيرة كل ما كان شنو؟ كل ما كانت القيمة الغذائية للسلطة عالية، لكن هنا شيف محمد ما قصر ركز على الألياف الموجودة في الخيار ومادة اللايكوبين الموجودة في الطماطم. كان ممكن إضافة جرجير لكن طيلة ما نحن عندنا دكوة وعندنا مواد اصلا ممكن تكون سهله في الخروج وعندنا الويكه فيها نسبه عاليه من الالياف فما في داعي يكون في اكثر من صنف في اكثر من صنفين في السلطه الخضراء. وعنده اضافه طيبه كنت حضيف لها النعناع. النعناع ايوه تمام. بس يا شيخ محمد دار اطلب منك طلب. الملح خلي الضيف يضيفه بطريقته. الملح ايوه
انت هتعمل لها زيت زيتون ولا هتعمل لها ايه؟ هعملها زيت زيتون. ايوه هعملها زيت زيتون. الملح بتاعي جاهز. طبعا حركة بعد ما انتهيت من العجين بالمجهود اللي بذلته ده تكبها، دي مهمة جدا للمشاهد لانها هي بعد ذاك بتجي شنو؟ تاخذ القالب صح؟ تاخذ القالب. ايوه مثلا عندي القالب وندحها زيت وبالزيت. ايوه القالب اللي انا هكبه فيه زيت بالزيت، الكورة اللي انا هقلب فيها ايوه هتكون فيها زيت. هتشيل شنو في كب الزيت؟ يعني انها ما تمسك معي، انها ما تتلصق في في ناس بتكب مويه برضو. ناس بتكب مويه ايوه برضو. اسكبها بعد ما تبرد براحه بتاعها تديني شكل مميز، تديني شكل مميز بتاعها. هنا وصيتي بانه دائما العجين لما انا اعمله كل ما اضفت له دقيق كل ما كترت الكميه، تبقى وزنتي على حد عدد الاشخاص الموجودين في البيت وصغر القوالب. يعني لو كان القالب اصغر من الشيف محمد ده حاجه صغيرونيه تكمل تيجي بدلها، لانه العصيده من الحاجات الحساسه انك لو اكلت منها ملعقتين الباقي ممكن يكون يعني لشخص ثاني يجي بعديك ما بياكله، لانه بتكون فيها جزء من الملاح وبتكون كده زي يعني ما بتقدر انت تحاول تعالجها باي برنامج بتاع ترتيب او نظافه. نضيف لها النعناع. ايوه نضيف لها الليمون. شيل من الليمونه ممتاز. لها الليمون شايفه ممتاز جدا. اضيف لها زي ما هي، ابدا اقلبها. ايوه اضيف لها زيت الزيتون في النهايه. سلطه بسيطه مع كميه الالياف الموجوده في ملاح النعيميه. والحاجات الحاجه الثانيه المريحه انه دائما السلطه بتساعد على الهضم، لكن الروب طيله ما بتساعد ليه على الهضم او الزبادي بتساعد ليه على الهضم، بيبقى ما في داعي لكثره المواد التي تساعد على الهضم. ماده واحده بتخليني انا اكون شنو بطني مرتاحه. جهزة السلطة وجهزة العصيدة. جهزة الملاح. جهزة الملاح. بس فضلينا نحط الملاح في القالب. أبدأ أخلي العصيدة شوية. أين خلاها تبرد؟ الملاح بتاعي جاهز. الملاح جاهز بس نشوف شكله النهائي. المقصود بتاعتي. نعرض وجبتنا بشكلها النهائي. السلطة أضيف لها الملح وزيت الزيتون منها أنا وأقدر أقدمها منها عند التقديم. تقديم أديها رشة بتاعت نعناع ناشف. كويس يعني عملت ثلاث نوعين. الرشة بتاعت نعناع ناشف. جميل جدا. شوف برا إضافة الجبنة للسلطة دي عبارة عن إضافة بروتين زيادة للوجبة، ونحن ما في حوجة ليه. ليه؟ لأن عندنا كمية الرز. معلش يا شيف محمد نذكر بمغادر ملاح النعيمية مرة ثانية. ثلاثة بصلات، ثلاث حبات بتاعت بصل، وثلاث حبات بتاعت طماطم، ثلاث حبات طماطم، حبتين بتاع فلفلية، حبتين فلفلية، وقرن بتاع شطة، قرن شطة، ثلاث ملاعق بتاعت دكوة، ثلاث ملاعق دكوة. ومقدار الروب قدر كيف؟ يا الروب يعني كوباية كبيرة، نص كاب بتاع غوطة. نص علبة بتاعت غوطة يعني. يعني نقدر نقول كوب كبير. كوب كبير. والويكة كم ملعقة؟ ثلاثة ملاعق. ثلاثة ملاعق ويكة. دي كده ملاح النعيمية بتاعنا مغاديره. نبه للزيت انه اضاف 75 ملي ونحن حوجتنا 30 ملي من الزيت، اي نوع من انواع زيت الذرة. كده جهزت سلطتنا. نقلب العصيدة بتاعتنا. ان شاء الله بتكون خلاص اخذت شكل القالب على طول. اخذت شكل ما شاء الله القالب. تبارك الله. على طول طوالي طلعت مستوية. ابدا ما شاء الله شكلها جميل. بعدك حتجي الملح. شكل التحلية بتاعك حيكون كيف؟ كيوي. كيوي. رائحة ملاح النعيمية مشهية جدا،
ده الشكل لعصيدتنا وتراثنا القديم من مما قمنا لقينا حبوباتنا وماتنا قايمات عليه. ان احنا ما ضفنا فيه حاجه جديده زي ما بيقولوا. ايوه باعتبار التراث بتاعنا يعني. ما درسوا لكن بفطرتهم كونوا برنامج بتاع وجبه غذائيه كامله. تفضل برنامج التحليه. برنامج التحليه شيل الكيوي. الكيوي بتاعي الكيوي طبعا من الثمار الما موجوده في السودان بكثره لكن مستورده من برا. طيله ما انا وفرت حق اللحمه يا شيخ محمد اكيد بقدر. ايوه بقدر اشتري الكيوي. بقدر اشتري الكيوي. حبه هي سعرها ما هين لكن هشيل القشره برا طبعا. هشيل القشره برا سبحان الله. فيها شكل من الباميه. فيها الشرل في الباميه اول. الباميه شرل. ايوه بس ما حد زي الباميه زي ما يقولوا. ما سخنه. ما سخنه زي الباميه. ايوه طبعا يعتبر مخزن لفيتامين سي الكيوي. ده شيله. ده اجيب الليمون الجبيل. ده هنا الليمون الجبيل بقطعها. ايوه شايف الاجزاء بتاعت الكيوي اطراف السكينه الاجزاء بتاعت الكيوي. ممكن انا اتخلص من هذا الجوجو الجزء بتاع الكيوي. ممكن اتخلص منه. ايوه بتاع الكيوي شايفه الجزء ده قوي. الجزء ده ايوه وشويه كده من القوة. ايوه اتخلص منه. قطع اي تقطيعه انا دايره انا على اربعه برضه نفسي على أربعة برضه كده على أربعة. تقطع معي كويس زي. لو اتقطعت حلقات ممكن تكون أجمل يا شيخ. تكون أجمل. أيوه خلي الجاية تكون حلقات. ممكن القطعة الجاية خلاها تكون في شكل حلقات. القطعة الجاية شكل حلقات. عندنا تقول عندي جديد قوي قوي. ده الافضل يعني. يستخدموا سلطه الفواكه. الف ايضا فيه ما سهله. نستخدم سلطه الفواكه. اضافه لسلطه الفواكه لكن الفكره هنا ان احنا طيله ما ارغم نفسنا باكثر من 18 جنيه ربع كيلو لحمه يمكن ان تعمل لي اكثر من ثلاثه قطع. فايد يعني كنا عندي فايد ان انا اشتري. ما سهله ابدا يعني ممكن تكون بدل جرعه الانتي بايوتيك لبرنامج النزله. ايوه كده شكل الحلقات ده. انا براه جميل. ما شلنا الجزء في الداخل. هاي ما تشيل الجزء في الداخل بعد ذاك ممكن نتخلص منه عند الاكل. اساسا نبقى طماعين شويه لشخص واحد ولا بتكفي؟ بتكفي لشخص واحد. تكفي لشخص واحد. ابدا اشيل لي النعناع كيوب النعناع. نعم مشكلة. ابدا اضيف على بعض الاطراف. ابدا معي اشيلها. التحليه بتاعتنا جاهزه. انت رايك العصيده دي ممكن لو شخص واحد جعان بيكملها؟ بيكملها يعني. بيكملها لانه ما عندنا عيش معاه. ما عندنا عيش معاه. عادي وسهله الامتصاص والتمثيل كده. وجبتنا شكلها النهائي انتهى. تحليتنا الكيوي وحنجي نعرف فوائده الجمه والكثيره. وفرناه من حق اللحمه واشترينا طعمنا خشمنا بكيوي. نمشي الفقره الجايه وزي ما بقول كل مره وبكرر كتر خيرك كثير يا شيخ محمد. تسلم يدينك وما عدمناك ابدا. وننتقل للفقره الجايه اللي هي اعداد او تفصيل المواد الغذائيه واهميتها تفصيلا في فقرتنا الجايه. خليكم معانا الفقره الجايه وما تمشوا بعيد. مرحبا بكم مشاهدي الكريم في الفقرة الثانية من برنامجنا أطيب وأوفر.
ونحن هنقدم تفاصيل دقيقة عن الوجبة. وجبتنا معروفة ومتعارف عليها، وجبة تراثية وتقليدية ومشاعة، اللي هي عصيدة من اللحم العينية. التميز الموجود فيها الويكة، لكن كمية الدكر تختلف من شخص لشخص في إضافتها. أنا أنصح بعدم إضافتها بنسبة كبيرة، وإذا نحن عايزين نضيفها بنسبة كبيرة بكرر مرة تانية زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة بتاعت الكوارث، إنه أنا أجيب الدكوة البيت وأنظفها بمعرفتي وأفرمها بمعرفتي. دون ذلك الحاجة اللي بتعملها لي تكون في توصية بيني وبينها، على أساس إنه هي تحتوي على فطرة الإفلاتوكسين، وفطرة الإفلاتوكسين أثبتت الدراسات بإنه بيعمل خلايا بصمتنا في كبد الطيور والأسماك، وماشي الدراسات على أمراض في الكبد ناتجة عنه. فبالتالي طلعت مع أضرار كثيرة كده، وهي القاعدة الرئيسية دون اللحمة. يعني لاحظوا الليلة أنا السوق ما مشيت أي جزر اشتريت لحمة، وإنما اعتمدت على كمية فيتامين ألف كمية فيتامين باء الموجودة في الدكوة، وكمية الدهون التي تضاهي دهون اللحمة، ويمكن تكون على أريح لأنه دهون اللحمة ممكن تكون مشبعة وتسبب لي أضرار بتاعة ارتفاع الكوليسترول، لكن على العكس الدكوة بتعمل على خفض الكوليسترول الضار. وتبقى المشكلة كلها فينا طريقة النظافة وطريقة الإعداد. التميز الثاني الموجود في ملاحمة عينية هو إضافة الروب. في فرق بين الروب والزبادي، الزبادي ممكن يكون كمية الماء فيه أقل من الروب. أنصح بترويب اللبن داخل البيت، أو أنا أعمل الروب براي بطريقتي الخاصة، وكل ما احتوى على مادة الكازين اللي هي المادة الصفراء دي أبدا ما أتخلص منها. يعني في ناس ممكن يشيلوا كمية المادة الصفراء دي يدفقوها يقول لك صفيته من الموية، على العكس كأنما أنا شلت أهم بروتين خاصة للأطفال الموجودين في البيت مع العصيدة، بتكون سهلة التناول. فالروب فوائد جمة وكثيرة، يعمل على تحسين الهضم، يعمل على درء مشاكل سوء الهضم، بنشط لي الإنزيمات، يعمل على تصنيع أو فائدة العظام داخل الجسم والأسنان، يعمل على تنوير البشرة. يعني أنا ممكن أنصح بأنه أو إزالة اللون الداكن من البشرة عند الدخول من الشمس. يعني أنا ممكن أستخدم بروتين الزبادي على وشي إذا أنا مشيت فترات طويلة في الشمس الحارقة، خصوصا في أيام الصيف، أعمله في كطبقة في بشرتي، بالتالي بيقوم بطيب لي الحرقة الجاتني من الشمس. فدي كفائدة خارجية. أما الفائدة الأكبر إنه ممكن أكله مع الجزر بصفة مستمرة ودائمة. الجزر فيه كاروتين، وهو فيه أيضا مادة البروتين اللي تحولت، ما موجود فيه سكر اللاكتوز، دي من الحاجات المفيدة جدا للجسم. إنه أنا أتناوله كإضافات لزي ما قلنا السملاحة النعيمية، لما نتناوله بنفع بشرتي جدا مع إضافة الجزر. إضافة الخضروات الأضافة شيخ محمد اللي هي الفلفلية والطماطم والبصل، دي قاعدتنا الرئيسية كانت دائما تكون في أي شوربة بتاعة خضار، وخاصة إذا كانت خضار بقول لك. الفلفلية بتعمل على تعادل الأحماض، يعني لأنها تميل للقلدية أكثر ما ألجأ للفلفلية الحامضة. والطماطم تحتوي على مادة اللايكوبين التي تقي سرطانات الجسم، خاصة سرطان البروستات. والبصلة حدث ولا حرج من الفوائد، كان ما تضاهي كما أسكو كل مرة صيدلية كامل. النصيحة الثانية اللي عايزة أنصح بها إنه الغيمة الشرائية دائما للحمة أحاول أستفيد منها من فاكهة ممكن تكون بالنسبة لي فوائدها ليست سهلة. الليلة عملنا تحليتنا فاكهة الكيوي، والكيوي من الفواكه اللي ليست مستهان بها في كمية الفوائد. بيعمل على لمعان الجلد، يوجد به مخزن من فيتامين سي الذي كافي على انه يشيل لي التهاب الانفلونزا الحاد اذا اكلته كل يوم ما بين حبه لحبتين. ده في حاله الدول المتوفر فيها، نحن في بلدنا شويه ما موجود، لكن ممكن اوفر حق اللحمه زي ما ذكرت البيري واجيب الكيوي لكميه المحاسن الموجوده فيه. يحارب الكيوي حب الشباب، وزي ما ذكرت انه من الفواكه الاستوائيه. يعمل على نعومة الجلد، دي من الحياة أيضا المهمة. بيسيطر على إنتاج الدهن الزائد، دي من أهم الفوائد الموجودة في الكيوي. كل ما كانت الدهون يمكن أن تكون زائدة متجهة على الدم، يسيطر الكيوي عليها ويتخلص منها مع الخضراء. صحن السلطة الخضراء يوجد به مادتين اللي هما الخيار والطماطم،
نسبة لوجود كمية الدهون والألياف الموجودة في العصيدة لأن العيش بتاعي بقشرته، فما في داعي أضيف أكثر من صنفين من السلطة الخضراء، يعني ما يكون فيها جرجير، ما يكون فيها كمية من الحاجات اللي ممكن تعمل لي على التبرز السريع وخروج كمية من المواد اللي أنا محتاجة لها، لأنه المادة تحت الألياف الموجودة في البامية اللي هي الويكة اللي أضفناها للملاح أيضا تعمل لي على خروج الخضرات بسرعة، إضافة معناه بيهدئ كمية الزيت أو كمية الدهون إذا كنت أنا من محبي الزيت، لأنه في ناس بتعمل ملاح النعيمية ويكون الزيت في وش الملاح فالنعناع شوية بيقوم بيهدي لي، وأنصح بإضافة معلقة الزيت لكل بصل. 100 جرام من العصيدة بتديني أكثر من ما بين 340 إلى 350 سعر حراري، استغنى عن العيش والكسر تماما عند إضافة عند وجود العصيدة. بكده نكون انتهينا من عرض أهم العناصر الغذائية الموجودة في وجبتنا اليوم، وننتقل لضيفنا الكريم الحيتناولة ونصحح عاداته إن كان هناك بها خطأ ونقوم من الصحيح. خليكم معنا المشاهد الكريم وما كل شيء دائم. المشاهد الكريم في فقرتنا الأخيرة من برنامج أطيب وأوفر، واللي هي بنستضيف فيها ضيفنا العزيز معانا الليلة، ضيف كريم أخونا منو؟ أمين محمد الهادي. أهلا يا أمين، عمرك كم سنة؟ 23 سنة. 23 سنة شغال يا أمين؟ شغال. طبيعة شغلك؟ مكتبي. مكتبي، تقعد كم ساعة؟ 8 ساعات. 8 ساعات، بتمارس أي نوع من أنواع الرياضة؟ كورة. تلعب كورة منظمة ولا؟ يعني قبل الشغل كان 3 يوم في الأسبوع بس بقيت يوم الجمعة بس. أيوة يعني كويس، يعني عندك جانب رياضي بتلعب. أيوة. يبدو طبعا من الشكل العام بأنه وزن أخونا أمين وزن ممتاز. الليلة طبعا وجبتنا وجبة شعبية متعارف عليها معروفة عند كل الناس، بتدعمي بكذا طرق اللي هي عصيدة بملح نعيمية وسلطة خضراء، ووفرنا حق اللحم اللي بنعمل به والملاح جبنا به كيوي فاكهة استوائية شوية ما موجودة القيمة الغذائية الموجودة فيها. أول سؤال ده أسألك ليه، إذا لقيت الصينية دي كده قدامك بتبتدي بالفاكهة ولا بتبتدي بالعصيدة؟ والله هو طبيعي الواحد مفروض صحيا مفروض يبتدي بالفاكهة قبل نص ساعة، لكن فأنا بحب العصيدة فحبدأ بالعصيدة. أيوة كويس، يعني معناته أنت عارف الصحي شنو. أيوة. دي أهم معلومة عندنا إنه أنت تكون عارف المعلومة، لكن كونك مثلا تكون ده كلام تاني. طيب يلا ما بسم الله نبتدي نتزوغ العصيدة. الكمية بتاعت العصيدة دي زي التجاعات تكملها؟ اي بس انت جعان؟ لا لكن لو كنت جعان حكملها شيء. آه خلاص ممكن انا اكل معك. تفضل. طبعا شيف محمد عمل لنا ملح نعيمية بدون لحمة، دايرة اسألك برضو اللي هو عمل دكوة، ليه رايك في ملح نعيمية بالدكوة؟ والله ملح نعيمية من اللحمة احسن وافضل. ايوه يعني غير الدكوة بتحبس. آه. طبعا العصيدة بترتبط بمكان الانسان، انت من الخرطوم هنا يا؟ لا لا انا من الجزيره، من الكاميرون. اه من الجزيره، يعني من مشجعي العصيده. مشجعي العصيده ممتاز. تفضل. طيب انا اديك معلومه بانه اللحمه، تفضل، اللحمه لما بتضاف للملاح معاه والدكوة كده بنكون زبنا حصه البروتين، يعني يا لحمه يا دك، واحد في الاثنين، يا زبده الفول السودان يا لحمه مفرومه، لكن انت شكلك اتعودت على انها معموله بلحمه. ايوه تعملها والدك. ايوه فهمتك. وبتضيف دكوه ولا ما عندك فكره؟ والله مرات دكوه ومرات لحمه، يعني ما الاثنين مع بعض. طيب دي طريقه سليمه جدا. تفضل، دايره اشوف رايك فيها. حلوه. ايوه يعني فكره عدم وجود اللحمه ما غير منها فكره. ما غير منها، نفس الطعم. كلام جميل. طيب لو ملاحظ في طبق بتاع عيش، إذا فكرت تأكل من السلطة برضو شيل منها سلطة خضراء مفيدة مع نعناع، نشوف التميز بتاع النعناع ده بينفع معاكم. طماطم وخيار ومع نعناع اللي هي فيها فيتامينات وأملاح معدنية لازم تكون غايبة عنها. إيه رأيك؟ برا ممكن لكن مع العصيدة لا. يعني أنت لخبطوا الاثنين مع بعض. طيب إذا فكرت تأكل، يعني تأكل عصيدة وعيش شكل السلطة؟ لا لا لا
ما انا غلط. احتضيره يعني مائده واحده. هتاكل العصيده بالملح وتشيل العيش تاكل بيه السلطه؟ لا لا هاكل ده بالعصيده. سلطه بالعصيده. لكن اذا العصيده ما بتاكل بيه. ايوه. طيب كلام جميل. فكره عارفك ولا ليه يعني تخليت العيش ما تاكل؟ لانه كله دقيق نفس النوع. طيب كده احنا نامن على ثقافتك هنا بانه اذا اكلنا العصيده ما في داعي ناكل العيش، بنزيد كميه الوحدات الحراريه الا اليوم ده بتكون ماشي تلعب كوره. اذا زدت ممكن تحرق. صح. وبعدين انا احبذ العصيده لانه هي سهله الحر. بالضبط كده. يعني اساسي حتى في منها في رمضان بناكلها في الفطور عشان ما تتعب المعده. بالضبط كده. هي الطابع المميز عندنا طبعا في رمضان الفضيل المر علينا يا حليل. طيب الحياة دايرة أسئلة، العصيدة اللي تعملوها بتعملوها بتنوع انتوا في منطقة الكاملين كده بنفس الطريقة ولا بنفس الطريقة؟ بنفس الطريقة لكن انا ادخل في حياة تانية غير النعمة. يعني